مرحبا، هذه الحلقة الأولى من سلسلة حلقات حول خطوات أو أساسيات إعداد الأبحاث، وخصوصا الأبحاث الأكاديمية للطلاب الجامعيين في المرحلة الأولى من مرحلة الدراسات العليا. هذه الحلقات مبنية على تنسيق شيكاغو المعتمد في كثير من الجامعات حول العالم. هذه الحلقة هي مسجلة بيني وبين أحد طلاب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير في العلوم السياسية. طبعا سأقوم بمشاركة الجزء المتعلق فقط بالشروحات التي أقدمها للطالب، وسأستثني منها مداخلات الطالب نفسه أو الشروحات الإضافية الخاصة برسالة الطالب نفسه. هذه الحلقة قائمة على مجموعة من المحاور، وأولها هو ما هو البحث وما هي الخطوات التي يجب أن تكون حاضرة قبل البحث، من هم الجمهور الذي أو كيف أتعامل مع هذا الجمهور الذي سأكتب إليه، ثم سأنتقل إلى النقطة الأولى دائما في إعداد البحث وهي الأسئلة البحثية. الأسئلة البحثية هي أساس البحث، في حال إيجاد طرح هذه الأسئلة ستكون العملية البحثية سهلة. في الحلقات القادمة سننتقل إلى مواضيع أخرى من مثيل المشكلة البحثية والفرضيات البحثية، بناء البحث وتقسيمه، طريقة استخدام المصادر والمراجع، طريقة القراءة واستخدام الملاحظات. إذا اليوم فقط نكتفي بفكرة تعريف البحث والمراحل السابقة للعملية البحثية والأسئلة البحثية. حياكم الله. بداية، ما هو البحث؟ البحث عبارة عن مجموعة من الأشياء الأساسية، إذا أدركناها أدركنا ماهية البحث واستطعنا أن ننجزه بسهولة. أول فكرة أنه دائما كل بحث مبني على فكرة سؤال أو مجموعة من الأسئلة، ورح نشوف بعد شوي شو هي هاي الأسئلة. هذه الأسئلة يتم معالجتها بشكل منهجي لنوصل للإجابة. نحن خلال البحث ما بنكتب سين جيم كما في ورقة الامتحان، لا، لكن هذه الأسئلة نحن بنحطها أمامنا نحن حتى نبني عليها البحث. يعني إجابة هذه الأسئلة هي ما يظهر للقارئ أو للمتلقي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية النتائج، يعني بما أنه لدي سؤال ولدي منهج يفترض أوصل لنتائج. لما بوصل لهذه النتائج وبشاركها مع مجتمع القراء تبعي، إذا حققت هدف البحث وهو الوصول إلى نتائج، وبالتالي هو عم يقدم إضافة معرفية. الإضافة المعرفية هي نوعين، الإضافة المعرفية للمعرفة بشكل عام، معرفة في العلوم السياسية أو في أي علم آخر، المعرفة داخل بلد معين أو للمعرفة العالمية. هذه الإضافة بتكون محدودة جدا، لكن نتذكر دائما أنه العلم هو عملية إضافات محدودة جدا متتالية متراكمة عبر القرون حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. يعني مهما كانت هذه الإضافة صغيرة جدا، بده يجي من بعدي حدا يستفيد منها ويبني عليها. لكن في هناك إضافة أخرى أهم، وهي الإضافة إلك أنت. هون رح تتوسع معرفتك أولاً وقدرتك على التواصل مع المعرفة العالمية. النقطة اللي بعدها جمهور، يعني أنا لا يمكن أن أكتب لنفسي، يعني مثل تصير مثل القصاصات اللي بكتبها وبحطها. يعني كلياتنا لديه قصاصات مكتوبة إما على الكمبيوتر وإما بدفتر ومركونة جانباً. هذه لا قيمة علمية لها إن لم يكن لها جمهور يستفيد منها. الجمهور طبعا يختلف، الآن نتوقف بعد قليل ما هو الجمهور، لأنه كل كاتب له جمهوره الخاص مختلف عن الكاتب الآخر. في مجال البحث الأكاديمي جمهورك مختلف تماما عن جمهور كتاب الروايات أو جمهور العامة، ووظيفتك إقناع هذا الجمهور بأنه أجوبتك سليمة أولا، أو الطرح اللي عم تقدمه سليم. لأن هناك أسئلة، هن ما رح يشوفوا الأسئلة، هن رح يشوفوا الإجابة على هذه الأسئلة ورح يكتشفوا السؤال من خلال هذه الإجابة. وبالتالي لما بيشوفوا هذه الأجوبة سليمة يفترض أنه تقنعهم أنه الأسئلة من الأساس كانت تستحق أن تطرحها عليهم. وبالتالي هذه الإجابات اللي موجودة أمامهم أولاً بتغطي الأسئلة اللي هن عم يفكروا فيها أثناء قراءة البحث. لأنه انتبه على نفسك وأنت عم تقرأ كتاب، بتجي في بالك فكرة، ماذا لو؟ شو بالنسبة بخصوص الموضوع الفلاني؟ طيب ليش ما تكلم عن النقطة الفلانية؟ بعد شوي بتشوف الكاتب أجاب على هذه الأسئلة. وهون كمان أنت يفترض تكون متحضر ومتوقع أسئلة جمهورك وعم تجاوب عليها خلال طيات البحث.
طيب الآن أنا أمام رايح أو قررت بدي أسجل بحث ماجستير دكتوراه أو بحث في المرحلة الجامعية أو حتى بدي ألف كتاب أو أنشر في مجلة. هناك 6 خطوات أساسية يجب أن أعرفها أو تكون حاضرة أمامي قبل البدء في هذا البحث. الخطوة الأولى الجمهور. إياك ثم إياك ثم إياك أن تحاول أن تكسب كل الجمهور، لأنه ما وظيفتك أنت إرضاء الجميع، احذر من ذلك. لكل كاتب جمهوره، في مرحلة الماجستير والدكتوراه راح نشوف مين بعد شوي مين جمهورك، لكن بالأساس يرتكز جمهورك على لجنة التحكيم. لذلك أنت راح تكتب بلغة أكاديمية تخاطب فئة أكاديمية. استخدام لغة غير أكاديمية في المجمع الأكاديمي هذا يفقدك. صحيح ربما تعتقد أنه يكسبك جمهور العامة، لكن يفقدك جمهورك الأساسي وهو البيئة الأكاديمية. النقطة الثانية اللي هو التخطيط. لا يمكن أنه يتم عملك بدون ما يكون مخطط مسبقا في كل تفاصيله. في عندي مصطلحين أنا دائما بستخدمهم، الماكرو والميكرو. الماكرو بمعنى أنه يكون في عندك خطة عامة، عرفان شو هي الفصول الأساسية، عرفان وين رايح البحث وشو راح يتناول في عناوينه الأساسية. لكن كل فصل يتضمن في داخله مباحث وفقرات، هذه أيضا بحاجة خطة. إذا أنا بحاجة الخطتين، الخطة الميكرو التفصيلية الصغيرة والخطة العامة. البحث دائما قائم على فكرة الأسئلة. طب في مرحلة إعداد البروبوزال أو المقترح، بعض الجامعات تسميه سيمينار، أو في المقدمة أو حتى بالنسخة النهائية، دائما في عندنا السؤال أسئلة البحث. أسئلة البحث هاي بتكون دائما أسئلة عامة، 3 أو 4 أسئلة كبرى في مقدمة البحث. تقريبا كل فصل يجيب عن سؤال أو أكثر من هذه الأسئلة، لكن ذلك لا يكفي. اعتدنا سابقا أنه الطلاب بيحطوا 3 4 أسئلة فقط وما بينتبهوا أنه أثناء العملية البحثية ما بيكون في عندهم أسئلة صغرى، بيكون في عندنا ما يشبه بجمع معلومات فقط. لكن يفترض أنا كل يعني لنفترض المبحث فيه 3 مطالب، كل مطلب فيه لنفترض 10 أفكار، كل فكرة يفترض أنت عندك على المسودة سؤال عم بتحاول تجيب عنه في هذا المطلب. إذا مجموع الأسئلة هذه أو مجموع إجابات هذه الأسئلة هو ما يشكل البحث المتين. طبعا رح نرجع للأسئلة، لأنه يعني البحث سيقوم على الأسئلة. رح نرجع للأسئلة، شو الأسئلة التي يجب أن تطرح وشو الأسئلة التي يجب أن لا تطرح. التقسيم. دائما العملية البحثية ما هي سهلة، بغض النظر إن كان البحث صغير من 20 أو 30 صفحة أو كان أطروحة ماجستير أو دكتوراه من 150 ل 250 صفحة. لذلك دائما بيكون عندي تقسيم واضح، لكن هذا التقسيم يجب أن يكون متوازنا. فكرة التوازن كثير مهمة وفي كثير من الطلاب بيتجاوزوها. التوازن ليس فقط في حجم الفصل أو حجم المباحث أو المطالب. أولا بيكون في عندي توازن في حجمه، بمعنى بعدد الصفحات، مثلا كل فصل عبارة عن 30 صفحة أو تقريبا 30 صفحة أو 40 صفحة. إذا كان الفصل فيه مبحثين كل مبحث حدود 15 صفحة. هذا أولا. ليش هذا التقسيم؟ هذا التقسيم بيخليني أنا كباحث ما أسمح لفصل يتمادى يكبر عن حجمه، وبالتالي يستهلك مني وقت طويل جدا بالإعداد، بينما فصول أخرى لم يتبقى لدي وقت فبحشر الفصل كله بعدة صفحات، وبالتالي تكون الأسئلة محدودة والمعلومات محدودة، وبالتالي وكأنه الرسالة كلها فصل واحد والفصل الآخر هو عبارة عن خاتمة. لذلك هذا أولاً، إنه حتى يكون الشكل العام والإجابات متوازنة بحيث تغطي كل المواضيع اللازمة. ثم أنت كباحث وخصوصاً الباحثين المبتدئين في السنة الأولى الماجستير ما بيدرك قيمة الوقت، يعني بيروح بيقضي لنفترض 6 أشهر في تجميع معلومات حول أي شيء بيطلع قدامه، ثم بيجي لينسقه بيكتشف إنه هذه المعلومات في الفصل الأول أكبر بكثير من باقي الفصول. هون هذه مشكلة. لذلك التقسيم هون والتوازن، إنه أنا خلال 3 أشهر، يعني التقسيم مش بس في الحجم، التقسيم في الوقت، أنا سأمنح كل فصل وقتا مساويا لباقي الفصول حتى أوصل لمرحلة التوازن، حتى يكون بحثي متوازن في كل أجزائه. ثم بروح
باتجاه عملية جمع البيانات، وهي نقطة لاحقة ممكن الحلقة القادمة أو اللي بعدها. طبعا بس نتوقف شوي عن جمع البيانات الآن قبل ما نحكي لاحقا عن طريقة استخدام البيانات. جمع البيانات دائما بده يكون معك إما مذكرة ورقية وإما مذكرة على الموبايل، ما في مشكلة. في مجموعة من الأفكار، بس بدأت العملية البحثية وبدأت تقرأ وبدأت تجمع معلومات، أفكارك أنت راح تكون دائما حاضرة، يعني أو أسئلتك أو أفكار حابب تضيفها. إذا ما سجلت في نفس اللحظة هذه الأفكار ستضيع. لذلك خلي المذكرة الورقية أو الإلكترونية قريبة منك دائما، وبمجرد تذكر هذا السؤال أو هذه الفكرة سجلها وبعدين راح ترجع لها. قبل المرة ذكرت لك موضوع التبريد. طبعا بعد يوم أو يومين أو 3 أيام ارجع للأفكار. الأفكار اللي سجلتها معظمها لن تستفيد منه، ولكن إذا استفدت من 10% منها هذا بيكون إنجاز ضخم. فكرة التبريد، أولا لما بترجع يعني تترك الموضوع يبرد يومين 3 وبترجع له، لما بتشوف إنه بعد 3 أيام تشوف إنه هذه الأفكار كانت مجرد خواطر ما لها قيمة، ولكن في لحظتها كنت متحمس لها. النقطة الثانية، إذا أنا بدي أسقط الحماس أو الحالة العاطفية اللي تنتاب بعض الباحثين أثناء الإعداد. طبعا هذا مو بس أثناء الإعداد أو قبل الإعداد، حتى بعد إنجاز مقال أو بحث أو حتى رسالة اتركها فترة وارجع لها حتى تنقحها من الأفكار الزائدة أو الحشو، وحتى تنقحها من بعض الأفكار اللي تكون ذات سمة عاطفية أكثر منها عقلانية. في المرحلة الأولى في مرحلة جمع البيانات، أنا ما بيهمني كمشرف طلع أو حتى كقارئ، ما بيهمني أشوف كيف عم بتنظم بياناتك، كيف عم تجمعها، كيف عم تنسقها. إيه في نصائح راح أعطيك إياها لاحقا، بس هلا أنا ما بيهمني، هذا الموضوع بيخصك. أنا بيهمني بالنهاية أشوف كيف استفدت من هذه البيانات اللي راح تجمعها. مثل ما قلنا من شوي، بيكون عندك خطة عامة وخطة تفصيلية، وهذه الخطة قابلة للتعديل. أنا بنصح دائما أنه هذه الخطة إذا كنت لسه في البداية، أنه هذه الخطة تكون معلقة قدامك، ورقة مثلا في مكتبك أو موجودة على خلفية الكمبيوتر، المهم تكون الخطة أمام عينيك دائما حتى تذكرك بالبحث، لحتى ترسخ الخطة في ذهنك وتكون قادر على إدارة البحث بدون الرجوع إلى هذه الخطة. طبعا راح تصادف كثير من المعلومات، الكثير مهما كان الموضوع، ما دام موضوع قابل للبحث، الموضوع القابل للبحث هو اللي له بيانات. ما دام هيك راح تصادف كثير من البيانات. شو بدي اجمع؟ هذه المشكله اللي بيقع فيها كثير من الباحثين، وخصوصا بالسنه الاولى، يعني بالسنه الاولى في تحضير الرساله. انه راح يصادف كم كبير من المعلومات، هذه المعلومات هو ما كان بيعرفها. وبالتالي بالنسبه له مفاجاه جميله وصدمة، وبده يحاول يستعرض كل هذه المعلومات اللي جمعها. فشو بيتحول البحث؟ بيتحول إلى مكب معلومات. أنا شو عم بلاقي معلومات عم بحطهم مشان أبهر المشرف أو لجنة التحكيم إنه شوف قديش أنا عم بجمع معلومات. فهذا مو هدف البحث. أعطيك مثال. لنفترض عندي ثواني شوي. لنفترض عندي مثال بحثي وهو تأثير الحروب في سوء التربية. طلاب بدهم يروحوا يجمعوا بيانات عن الحروب، كل شيء، بيانات عن الحروب، لماذا تقوم الحروب، ما هي الأدوات المستخدمة في الحروب، دور التحالفات في الحروب. طيب هذا أنا شو بدي فيه؟ كمان بنفس الوقت بيقوموا بجمع بيانات عن سوء التغذية وعن حالات أو عن حالات طبية في المستشفيات. طب أنا شو بدي من هذا الموضوع؟ أنا بدي إياه في هذا الموضوع هو بيانات محددة فقط لحالات سوء التغذية التي حصلت أثناء الحروب أو بعد مباشرة، أو إذا بدي أكبر الموضوع شوي، الوضع الصحي بشكل عام بعد الحروب، وتحديدا هون سوء التغذية. أو بدي أدرس حالات سوء التغذية مثلا وشوف هل لها علاقة هل كان هناك حرب قبلها أو أثناءها ولا لا. بس اللي عم يصير إنه أنا كطالب عم بجمع، يعني بفتح كتاب عن الحرب، وبتعجبني هذه البيانات لأنه جميلة، لأنه دائما المعرفة الجديدة جميلة جدا وممتعة، وخصوصا إذا ما كنت مطلع على الموضوع، فبتعجبك هذه المعلومات، أنت عندك رغبة لنقل هذه المعلومات إلى الآخرين من خلال استعراضها، لكن ليس هذا وظيفة البحث. طيب، وقلنا
ما هي وظيفتك إرضاء الجميع؟ تتذكر فكرة أو القصة اللي النحوي كان بأحد الأسواق وكان في جنازة، فالعامة قالوا من المتوفي؟ وقال النحوي الله، فسووا له قتلة، لأنه ما كان يعني العامة ما بيفهموا الفرق بين المتوفى والمتوفي. لذلك أنت عم بتخاطب جهة أكاديمية بخطاب أكاديمي لا يمكن أن تجمع بينهم وبين العامة. كثير من الطلاب يحاول أن يرضي العامة أو أن يبهر العامة، بحيث أنه يأخذ خطابه أو رسالته الماجستير أو الجدالات اللي عم يسويها يبسطها حتى تكون مفهومة للعامة. هذا ما هو جمهوره. ثم إن العامة بشكل عام، العامة لا تقبل هذه الخطابات الأكاديمية باللغة الأكاديمية، هم يقبلون الخطابات العامية وإن أتت من أشخاص لا يمتلكون أي مؤهلات علمية. لذلك انتبه من هذه النقطة، ليست مهمتك إرضاء الجميع. أنت عن كل بحث، كل كتاب، كل مقال له جمهوره، بدك تعرف مين جمهورك قبل ما تبدأ بالكتابة. هذا الجمهور، خلينا نروح نشوف مين جمهورك وبعدين نرجع، مين هذا جمهورك؟ طبعا دائما الجمهور الأول هو أنت، يعني أنت بدك تكون رضيان عن الشيء اللي عم تقدمه حتى يكون الآخرين رضيانين عن هذا الشيء. في حالة الماجستير، أول أفراد جمهورك هو المشرف. لما بيقتنع المشرف انه وصلت للمرحله اللي انت وظفت البحث بالطريقه السليمه، طرحت اسئله وجاوبت عن هذه الاسئله بطريقه منطقيه وباستخدام احد المناهج البحثيه، هون بيكون انت حققت نصف الطريق. ثم لديك المحكمين اللي راح يحكموا لك رساله الماجستير. يعني انت الان تحط في بالك انه انا عم بكتب لنفسي اولا، ثم بدي موافقه المشرف، وبنفس الدرجه مع المشرف المحكمين، هون حققت 90% من الجمهور. ثم عندي البيئة الأكاديمية، لأنه من الأبحاث اللي يفترض تعتمد عليها هي أبحاث أكاديمية سابقة، لأنه العلم يبنى على بعضه، جزء فوق جزء فوق جزء. لكن أي جزء هذا؟ الجزء الأكاديمي، لأنه هو أرقى أنواع العلوم، ما ينتج في البيئة الأكاديمية وليس ما ينتج للعامة. ما تنتجه أنت سيكون هناك بيئة أكاديمية وباحثين آخرين سيقرؤونه ويستفيدون ولو بسطر منه. ثم المهتمين، يعني المهتمين ربما تشمل مهندس، طبيب، شخص عامي، أمي ما في مشكلة، أو شبه أمي ما في مشكلة، لكن هذا آخر اهتمام. نرجع لفكرة شلون أنا بدي أقنع جمهوري. بدي أقنع جمهوري بأسئلة واضحة لها إجابات منطقية منهجية، ثم بدي اتعامل مع الجمهور بحاله اشرح له شو اهميه البحث نفسه، وهذا الموضوع نتحدث عنه في الحلقه القادمه. شرح اهميه البحث، بتقول له مثلا ان استطعنا الاجابه على سؤال كيف تؤثر الحروب في النظام الغذائي. طيب انا ليش، انا كقارئ شو بيهمني هذا الموضوع؟ بدك تقول لي شو بيهمني، فان ذلك سيساعدنا في بناء استراتيجيه امن غذائي مسبقه. هي طريقة لإقناع القارئ أنه أنا موضوعي مهم. في طريقة أفضل، واللي هو أن يكون ليس فقط جملة واحدة، يكون عندي مجموعة من الجمل توصف لي أنا كقارئ أهمية هذا البحث حتى أقتنع بقراءة البحث أو متابعة معك. يعني أنا أقوم بالعمل على موضوع أثر الحروب في المجتمع بهدف أنه أنا عندي تساؤل اللي هو شو دور الحروب في وقوع سوء التغذية؟ ليش بدي أدرس هذا الموضوع؟ لأنه نحن ربما في عنا حالة تهديد بحرب، وأنا بدي أبني استراتيجية أمن غذائي قبل ما نروح، قبل ما تقع هذه الحرب، وخصوصا في الدول المعرضة للحروب. هون القارئ بيصير أكثر، يعني بدك تفهمه من اللحظة الأولى، ليش أنت مشتغل هذا البحث؟ شو بدي أستفيد أنا كقارئ من قراءة هذا البحث؟ طيب هون اليوم ناخذ نقطتين، النقطة الأولى الجمهور والنقطة الثانية الأسئلة. النقطة الأخيرة في موضوع الجمهور اللي هو علاقتك مع الجمهور. أولاً قلنا جمهورك هو المشرف ولجنة التحكيم. انتبه، أنت مالك في قاعة أو في الفحص حتى تعتقد إنه أنت المشرف هو اللي عم بيسأل سؤال وأنت بدك تجاوب، أنا أستاذ أنا بجاوب. لا، الموضوع ما هو بهي الطريقة أبداً. إياك تفكر إنه عملية جمع بيانات تحويلها إلى أو تجميعها في حشرة في مجموعة من الأوراق وإعطائها للمشرف، إنه المشرف رح يكون منبهر بهذا، إنه عم تفرجي إنه أنا شوفني قديش جمعت بيانات.
يعني أنا صادفت أشخاص أو مراكز أبحاث سورية تقوم على فكرة، على هذه الفكرة، جمع بيانات رصفة فوق بعضها، حشوة في ورق أو في ملف إنترنت وتسميتها بحث. أي أحد اليوم، أي أحد يمتلك المعرفة في استخدام الكمبيوتر بيقدر بيساوي هذا الشيء، هذا ليس عملية بحثية. أنت هون الأستاذ، أنت انسى أنه المشرف هو دي وجهك، دي يساعدك، دي يشذب العمل، صحيح، بس أنت أثناء البحث ربما تحتاج بعض الأسئلة منه، تستفسر منه، إيه، لكن تذكر أنه هو ما هو أستاذ هون مثل الفصل الدراسي، أنت بدك تكون الأستاذ، فرجي أنك أنت عم تطرح السؤال مثل ما الأستاذ في القاعة بيطرح السؤال، لكن ما عم تنتظر الإجابة منه، أنت اللي عم تجاوب هذا السؤال بطريقة وكأنك أنت عم تشرح له الفكرة. أستاذك أو مشرفك ربما غير مطلع على الموضوع اللي أنت، على التفاصيل أو معلومات اللي عم تطلع أنت اللي عم تتناولها أنت، فلذلك بدك تحط في بالك أنه أنت عم توصل له الفكرة كقارئ وليس كمشرف. وإياك أنه تكون فكرتك واحدة من الأشياء التي تقتل العملية البحثية، وخصوصا في الماجستير، هو استعجال الطالب للحصول على درجة الماجستير، أنه بده يخلص بسنة. طيب شو فرقت سنة عن سنة ونص أو عن سنتين؟ ما فرقت كثير اللي في الإنجاز، اللي فرق في الجودة، كل ما أخذت وقتك كل ما كانت جودتك أعلى. الموضوع ليس استعجال الحصول على الدرجة أو العلامة. وأخيرا لازم تتذكر دائما أنه بحثك ليس الأخير في مجالك، يعني من بعدك ما راح ينغلق الباب وما راح يجي حدا يبحث. بالأساس أنت عم تبحث في موضوع غيرك بحث فيه، أنت عم تقدم إضافة في موضوع غيرك قدم فيه، أنت بنيت بحثك على أبحاث سابقة، وبالتالي الشيء اللي عم تعطيه أنت جزء صغير بيجي من بعدك حدا يكمله. فإياك تعتقد أنه وظيفتي أجيب عن كل الأسئلة في هذا المجال. أنا اخترت مثلا 5 أسئلة كبرى، كل سؤال كبير يتفرع عنه 10 أسئلة صغرى، يعني عندي 50 سؤال صغيرة بالمجمل أبى أجاوب عنها في 150 صفحة، بمعنى بمعدل تقريبا 3 صفحات لكل سؤال أو أقل. وهذا هو بيجي. طيب هل انتهت الأسئلة؟ لا. طب هل إجاباتي يقينية قطعية لا تحتمل الشك؟ بالعكس، اللي ما يحتمل الشك هو الموضوع البحثي. إذا ما فيش إذا بدي أجي أبحث هل الشمس تشرق من الشرق أم من الغرب، هذا ليس موضوع بحثي. ولكن لما بدي أبحث تأثير الشمس أو درجة حرارة الشمس في نمو النباتات، هذا موضوع بحثي. وبالتالي الآن ننتقل إلى مسار البحث. أول خطوة، بدك تقدم مجموعة من الأسئلة تستحق الإجابة عنها. كل سؤال له قيمة، لكن بعض الأسئلة لا يستحق الطرح أصلاً. يعني أنا صادفت إنه في ناس عم بتقول هل أوباما سني ولا شيعي؟ في بحثك أو في العنوان اللي قدمناه اللي هو أثر الثورات العربية في التنافس السعودي الإيراني في الشرق الأوسط، يعني ممكن أنت بدك تحكي عن فترة أوباما، ممكن تصادف إنه بحث مكتوب بغض النظر إن كان بحث ولا مو بحث، إنه عم يتناول قضية هل أوباما سني أو شيعي. هذا ليس سؤال بحثي، وهذا ليس سؤال يستحق الطرح، وخصوصا في دراسة مثل دراستك. دائما بدك تبحث عن إجابات منطقية عقلانية منهجية، وليس من إجابات عاطفية أو إجابات غير موثقة. مثلا ما سبب الحرب بين الدولة إكس والدولة واي؟ والله لأنه سكان الدولة واي بيحبوا الحروب. هذا جواب غير منطقي، لأنه ما في سكان في الكرة الأرضية بيحبوا الحروب. هناك حكومات، هناك أنظمة سياسية تسعى لتحقيق أهداف سياسية عبر استخدام الحروب. بس إنه أتهم شعب كامل مثلا، هذا تحول إلى جواب غير منطقي. عندي مشكلة البيانات والمراجع. دائما، لأننا نرجع لهي لاحقا، دائما البيانات المأخوذة من مصادر أكاديمية، رسائل الدكتوراه والماجستير، المجلات العلمية المعتمدة سواء في الجامعات أو المراكز البحثية أو الهيئات العلمية، هذه أفضل أنواع المصادر، لأنه هذه الصارمة جدا، في عليها إشراف وفي عليها تحكيم، وبالتالي صارمة جدا وموثوقة إلى حد كبير علميا، بغض النظر عن النتائج اللي بتوصلها، النتائج هذه الباحث قرر يوصل. هذه أفضل أنواع المراجع. ثم بيأتي من بعدها الكتب والأبحاث اللي ألفها المختصين. يعني لما بنحكي عن العلاقات الدولية، وأنا بروح بجيب كتاب لجون مانشهايمر، هذا كتاب مرجعية من الدرجة الأولى، بس لما بروح بجيب لعزو بري
لما بعرف مين هو، أو بجوز هو معه بكالوريا وقرر يكتب كتاب في العلاقات الدولية، هذا كتاب ما له أي قيمة. ثم وسائل التواصل الاجتماعي ما يكتب عليها ما له أي قيمة علمية، إلا إن كان موضوع دراستك يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، أو إن كنت عم تستخدم مثلا موقع البيت الأبيض على التويتر لتاخذ تصريحات خاصة بالبيت الأبيض، سواء من موقع البيت الأبيض على الويب أو على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أمر آخر. ولكن ما يكتب، ولو كان شخص أو مفكر أو باحث مهم، ما يكتب على السوشيال ميديا ليس مرجعا له قيمة. المقالات اللي في الويب كما ذكرنا أنه مو أي مقال أو أي مرجع أو أي كتاب يكتبه شخص غير مختص له قيمة، ربما يكون له قيمة لكن قيمة متأخرة عن المراجع. لذلك أنا في مرحلة هلا جمع المراجع بدي انتبه مو بس على عنوان المرجع ولا تاريخ المرجع. نرجع نتذكر انه حكينا انه انا ما راح اخذ مراجع قديمه، يعني انا بدي اسمح لك انه تاخذ مراجع لحد العشر سنوات، مو اكثر من 10 سنوات استثناء، ولا كان يفترض انه حدد اقل من ذلك كمان. طيب بس هذا نرجع نقف له مره ثانيه. اذا انا بيهمني انه يكون مراجعي دقيقه وسليمه. ثم دائما يعني لما بكتب المسوده الاولى، هذا المسودة بدي أراجعها بحيث أنه لما أوصل لمرحلة أنه أقتنع أنه هذه المسودة تجيب عن التساؤلات بطريقة علمية منطقية ومنهجية، طبعا المناهج بدنا نجي عليها كمان لاحقا، بيكون أصبحت جاهزة لعرضها على الجمهور. ذكرنا من هالمرة إمتى كيف بدي أختار موضوعي. موضوعي إما بيكون تكليف أكاديمي أو مهني، يعني بمعنى ثواني ايه يعني بمعنى انه الجامعه او المكان العمل اللي انا بعمل فيه كلفوني او المشرف كلفني بهذا العمل، وهون ليس لي خيار فيه سوى استخدام ادواتي البحثيه، او ربما يكون هو اهتمام او فضول شخصي انا او رغبه مني، انا حابب اشتغل في هذا الموضوع، هذا الموضوع بيجذبني، وبالتالي هذا يعتبر طريقه في اختيار موضوع. ربما يكون مقترح، يعني ممكن انا اليوم أقدم لك 3 أو 4 مقترحات غير المقترح اللي عندك وتختار أحدهم لأنه بتشوفه أنه ممكن يثير فضولك. أو ربما أنت الآن بعد ما تخلص الماجستير تروح تساوي الدكتوراه في نفس الموضوع، مع اختلاف العناوين، مع اختلاف التفاصيل، ولكن تستمر في نفس الموضوع، مثلا النزاعات أو التنافس في الشرق الأوسط أو السلام في الشرق الأوسط وما إلى هنالك. وربما يكون هذا اختصاصك، يعني أنت تعمل في مكان وهذا اختصاصك بغض النظر انه كلفته ولا لم تكلف، هذا اختصاصك. كيف بدي احدد اختصاصي وبدي اختار العمل البحث؟ اولا لنفترض انه انا عندي مجموعه من الاختصاصات: سياسه خارجيه، نظريات علاقات دوليه، انظمه حكم، نزاعات وما الى هنالك. اختار احد هذه الاختصاصات. لنفترض انك انت اخترت النزاعات، فانت توقع انه بحثك راح يروح باتجاه اختصاصات اكثر دقه، حروب، الاستراتيجية، نزاعات المسلحة وما إلى هنالك. هون بدك تروح تتأكد قبل ما تعتمد الموضوع أو قبل ما تروح تختار الموضوع، لنفترض أننا نحكي نحن عن الحروب، بدك تروح تشوف أنه شو في متوفر مراجع عن الحروب سواء بالمكتبة أو بالإنترنت، بما أنه كثير من الكتب البي دي إف أصبحت متاحة وبشكل مجاني على ال إيه وبشكل مجاني على الويب. يعني على الأقل تأكد إنه قديش في عندي مراجع وشو عم تغطي من مواضيع. حاول تقرأ بعض المقالات العلمية وبعض هذه المراجع، أو على الأقل تعيش مع الموضوع لمدة 2 3 لمدة شهر حتى تغوص في الموضوع وتعرف إيه هي الأساسيات اللي راح تبني عليها البحث. هون بيبدأ تفاعلك مع الموضوع. أول تفاعلك بيبدأ بنقاشات، سواء كان هالنقاشات مع نفسك أو مع المجموعة اللي حواليك، حتى تشوف قدرتك، هل فعلا هذا الموضوع هو انت مستعد لحتى تغوص فيه اكثر، هل عندك رغبه حقيقيه؟ وبالتالي هون صار بامكانك تحدد موضوع او موضوعين ضمن هذا الموضوع او ضمن هذا الاختصاص، او حتى ممكن اكثر من 3 4 مواضيع، ثم بتختار منه الموضوع او موضوعين، ثم بتروح لعند المشرف لحتى تبدا عمل العمليه البحثيه. نجي على الاسئله. الأسئلة لها هذه الصياغات الستة، وبدي أكتب أسئلة بحثية مشان أجيب عنها. نفترض أنه المطلب الأول
هو المعضلة الأمنية في الشرق الأوسط أو بين السعودية وإيران. بيكون عندي الأسئلة اللي بدي أطرحها في هذا المطلب، من هو المسؤول عن هذه المعضلة الأمنية مثلا؟ ماذا تعني المعضلة الأمنية؟ أين يمكن أن نتلمس المعضلة الأمنية بين الطرفين؟ متى بدأت هذه المعضلة الأمنية؟ لماذا هناك معضلة أمنية بين السعودية وإيران؟ كيف تدار هذه المعضلة الأمنية؟ شفت شلون صار عندي 6 أسئلة؟ هذه 6 أسئلة بدها تقريبا 3 صفحات لحتى أجيب عنها. هذا غطى لي سؤال، يعني هذا غطى لي مطلب كامل جوا المبحث، أو على الأقل غطى لي فقرة كبيرة جوا المطلب. فبالتالي خلصت منه الموضوع بهذه البساطة، أسئلة وأجيب عنها الأسئلة. طبعا طريقة الإجابة عن الأسئلة لها طريقة، بس هذه يعني أنا لما بدي أكتب أحكي عن المعضلة الأمنية شو بنساوي؟ بالعادة الطالب شو بيروح بيساوي؟ بيجمع 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 بصف اللي اياهم فوق بعضهم، بيحط لي واحد المرجع اثنين تحت، اثنين المرجع كذا، ثلاثة المرجع كذا. طيب هل هذه المقتطفات أجابت عن أسئلة ولا عبارة عن كم معلومات فقط؟ طيب ننتبه، أهم سؤالين بين هذه الأسئلة الستة والتي يجب أن تعطيها الأولوية دائما، نجيب على الأسئلة الستة هذه، لكن المساحة الأكبر والأكثر أهمية والتركيز لازم يصير على لماذا وكيف. هذول السؤالين أو إجابة هذين السؤالين هي إجابة تفسيرية. هون أنت عم تفسر الموضوع، هنيك عم تخبر. الأسئلة الأربعة الأولى عم تخبرني شو هو الموضوع. أنا لم يبقى إلا وقت قصير جدا، فبدي أحاول أنهي بها ال5 دقائق. طيب إذا أنا خبرت شو هو الموضوع في الأول، من ماذا أين متى، ثم بنتقل للتفسير بلماذا وكيف. لماذا، هي بعض الأمثلة، لماذا اشتد التنافس بين السعودية وإيران بعد 2011؟ كيف أدار الطرفان تنافسهما؟ لماذا توقفت السعودية عن دعم جماعاتها في المنطقة؟ كيف استفادت إيران من انهيار بعض الدول العربية؟ لماذا دخل الطرفان في سباق تسلح؟ طبعا الأسئلة اللي ممكن نطرحها، أولا حاول بعض الأسئلة وليس كلها تكون بالصيغة السلبية، بمعنى لماذا لم تستمر السعودية بدعم الثوار السوريين؟ ما هي القدرات العسكرية التي لم يتم اللجوء إليها في هذا التنافس؟ بعض الأسئلة حاول تكون تخمينية، بمعنى إنه ليش اشتد التنافس؟ هل كان السبب هو الثورات؟ هذا التخمين، السؤال مع تخمين الجواب. إذا جوابك بده يحاول يثبت هذا الفكرة. لماذا انحصر التنافس في المشرق العربي؟ هل كان بسبب طبيعة المشروع الإيراني؟ هذا تخمين. اطرح أسئلة بصيغة ماذا لو؟ هون في عنا، عفوا، هون في عنا فكرة المنهج الحقائق المضادة. ارجع لورا واطرح حقائق مخالفة. ماذا لو لم تقم الثورات العربية؟ كيف سيكون التنافس؟ ماذا لو سقط الأسد؟ هل سيسقط المشروع الإيراني في المنطقة؟ 4، بعض المراجع ربما أنت لا تتفق معها، بس المرجع قيم وصاحبه مهم والفكرة مهمة، فلذلك حاول تطرح أسئلة مناقضة لها. أحيانا مش المرجع مهم ولكن الفكرة سائدة لدى الجمهور، مثل أنه الصراع بين إيران والعرب هو صراع ديني أو طائفي، فأنت ممكن تقول هل الصراع فعلا ديني فقط أم هو مشروع قومي يتم استخدام الدين فيه؟ ثم اطرح أسئلة تتفق مع المراجع، بمعنى أن المعضلة الأمنية تنص على أن كذا وكذا وكذا وأنت متفق معها ويتفق الباحث معها. طيب كيف يمكن تطبيق هذه النظرية في التنافس السعودي الإيراني؟ طبعا قلنا أنه مشروعك هو سبق لغيرك البحث فيه واللي بعدك رح يبحث فيه، لذلك لا تتردد في طرح نفس الأسئلة التي طرحها غيره وخصوصا في العلوم الاجتماعية، لأنه ستجد إجابات جديدة، مثل ما هو تأثير شكل النظام الدولي في التنافسات الإقليمية. هذا السؤال متداول لكن طرحه في موضوعك راح توصلك لنتيجة جديدة. طبعا في الأبحاث دائما بتنتهي بمجموعة من الأسئلة اللي بيقدمها الكاتب لجمهوره، بيطرح لهم مجموعة من الأسئلة، وبمعنى انه تفضلوا كملوا من وراي، بما انه انا كملت من ورا اللي قبلي، تفضلوا كملوا من وراي. هون اذا صادفت هذه الاسئله وكانت لها علاقه ببحثك، حاول تاخذ هذه الاسئله وتجيب عنها.
في بعض المؤتمرات موجودة على اليوتيوب، أو أحيانا بعض المقابلات الإعلامية الرزينة بين ناس مختصة عم تتناول موضوعك، وفي أسئلة بغض النظر عن إجاباته، قلنا خذ أسئلة الآخرين بغض النظر عن إجاباته، حاول أنت أيضا تستفيد من هذه الأسئلة. يعني لا تفكر أنه البحث عن السؤال صعب، لا، السؤال موجود ولكن بده شوية تركيز لحتى يطلع بين إيديك. طيب، شو هي الأسئلة التي يجب ألا تسألها؟ إياك أن تطرح سؤال حول ادعاء أنت غير قادر على دحضه. يعني يقال أن هناك مؤامرة وعلاقة سرية بين الولايات المتحدة وإيران لتدمير العالم العربي مثلا، أنت هل قادر على نفي هذه العلاقة؟ إذا لم تكن قادر لا على إثبات ولا على نفي هذه العلاقة، لا تدخل في الموضوع، لا تطرح السؤال أبدا، ولا تأخذ بحثك لهذه الزوايا حتى لا تضعف بحثك. كمان قلنا اطرح أسئلة تخمينية، بس هذه الأسئلة التخمينية إذا أنت ما لك قادر على إثبات التخمين تبعك كمان لا تدخل. مثلا إن ربما كانت تركيا تسعى إلى صفقة المدن الأربعة، طيب هل عندك ما يثبت ذلك؟ إذا عندك ما يثبت ذلك تفضل قدمه، إذا لم يكن عندك ما يثبت ذلك لا تطرح هذا التخمين من بدايته. أسئلة غير مفيدة إياك أن تستهلك نفس وقتك فيها. مثلا خلينا من سؤال هل أوباما سني ولا شيعي، كيف قامت إيران نظام، كيف تأسس نظام الخميني؟ طب أنت عم تحكي عن التنافس السعودي الإيراني بعد 2011، شو دخلنا كيف تأسس النظام الخميني؟ ما هي شغلتك أنت، بحثك ما هو هذا موضوعه، إذا هون سؤالك ليس مكانه ولا يستحق الطرح. وأخيرا لا تطرح أسئلة تحتاج إلى موارد أو قدرات ووقت أنت لا تمتلكه. مثلا بعض الأسئلة التي تتعلق وخصوصا بالصحافة الاستقصائية التي تتطلب موارد مالية ووقت وفريق عمل، لأن أنا بدي أبحث عن الملفات الفساد المالي لحكم ما، أنت كباحث في مرحلة الماجستير غير قادر على الوصول، لا عندك القدرة الشخصية ولا عندك الفريق ولا عندك التمويل، لذلك لا تطرح هذه الأسئلة. هيك اليوم خلصنا هذا القسم، الأسبوع القادم في عنا قسم آخر، الآن ننتقل إلى الحديث بيني وبينك.